بدأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالترويج لمهرجان صيفي ثقافي وبدورته 16 والذي سينطلق مع بداية شهر يوليو ولمدة شهرين. نعم، حيث تم وضع بوث تعريفي داخل مجمع الأفينيز لاطلاع الجمهور على فعاليات هذا المهرجان وأبرز أنشطته. مع بدايات شهر يوليو سنكون على لقاء مع الدورة 16 لمهرجان صيف الثقافي بدورته 16 والذي ينظمه المجلس سنويا لاستقطاب الأطفال والشباب أثناء إجازتهم الصيفية بفعاليات مميزة. مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بجناح تسويقي لمهرجان صيفي ثقافي في مجمع الأفينيوز لمدة 3 أيام، والمهرجان بإذن الله راح يبدي من 1 يوليو وراح يستمر لمدة شهرين. ومهرجان صيفي يعتبر من المهرجانات الرئيسية اللي يقيمها المجلس الوطني، والهدف من إقامة هذا الجناح تعريف الجمهور وزوار الأفينيوز ببرنامج الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية الموجودة بالمهرجان واللي تناسب مختلف الأعمار، وبإمكان الجمهور معرفة تفاصيل جدول الفعاليات عن طريق حساب المجلس الوطني في وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا ما ننسى كل هذه الفعاليات على مدار السنة اللي يقوم فيها المجلس الوطني بهدف نشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الإبداعية. المهرجان سيكون زاخرا بالفعاليات الثقافية والأدبية والعلمية، كما سيتضمن العديد من الأنشطة الموسيقية المسرحية التشكيلية والشعرية. مهرجان صيفي ثقافي اللي يستمر لمدة شهرين راح يكون في ورش تدريبية، محاضرات، حلقات نقاشية، حفلات موسيقية، عروض مسرحية، والعديد العديد منها فعاليات الأطفال. راح نقيم أيضا ملتقى أدب الطفل اللي يستمر لمدة 3 أيام. يهمنا أن نستهدف أكبر فئة من الجمهور، خصوصا فئة الشباب والأطفال، لأن هم المستقبل الواعد لهذا الوطن. هذه المهرجانات تأتي ضمن استراتيجية طموحة يعدها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتثقيف النشء الذين هم أمل الغد. ديما دحتل، تلفزيون دولة الكويت.